صباح الخير من زغرب الكئيبة. الطرق تدفع فيها كاش تول زي أمريكا. راسوتك معلم سياحي مهم في كرواتيا، قرية الماء يجري من تحت البيوت. شوف إيش كاتبين في البخاخ عشان نعرف ثقافة الشعب الكرواتي. طبعا الكتابات الجدارية ذي في كل مكان، يا سبحان الله، الماء يجري من تحت البيوت. هذه القرية يسمونها قرية الطواحين، استفادوا من قوة دفع الماء من تحت البيوت وركبوا هذه الطواحين. يا سبحان الله، قرية يجري من تحتها الماء. شوف الماء من تحت البيوت، هم بنوا البيوت فوق الماء ليستفيدوا من دفع الماء في تحريك المطاحن. وهذه الفكرة الهيدروليكية فكرة عربية، اقرأوا عن مطاحن حلب ومطاحن الأندلس. شوفوا باب البيت يفتح عليش، هذا ما أدري كيف يستقبلوا ضيوفه. هذا أشهر معلم سياحي في كرواتيا، بحيرات وشلالات بليتفيتش. اليونسكو وضعت هذا الشلال على قائمة التراث الطبيعي العالمي. أخذنا ساعة في السيرة عشان الدخول. الشلال قريب من حدود البوسنة، احنا في طريقنا من العاصمة الكرواتية زغرب باتجاه بيهاتش في البوسنة، مرينا على قرية الطواحين ثم الشلالات. صفوات الماء تشوف اللي فيه، شوف السمك، لكن شوف المفاجأة. يا سبحان الله، يقال ان كل ثعابين الماء سامة. مراية، واضح كل شيء تحت الماء. يا سبحان الله، شلال جميل، ذكرني بشلال دودان بأنطاليا في تركيا، مع أنه شلال دودان دمه أخف من هذا وقريب وسهل. المياه تجري من كل مكان، سبحان الله، يمين يسار فوق تحت.
هذه حدود كرواتيا مع البوسنة، في طريقنا إلى بلدة في شمال غرب البوسنة اسمها بيهاتش. الآن رسميا داخل البوسنة، استغرق دخولنا مجرد دقائق، مو مثل الكروات. الله على جمال المنظر، الله على مآذن العزة، جميل منظر المسجد، يعطيك راحة نفسية. مرحبا بكم من نهر أونا في بيهاتش شمال غرب البوسنة. أين أنت يا رجل؟ من زمان ما شفناك، الله عليك يا البوسنة، تعبنا الأكل في أوروبا. من كنيسة إلى مسجد، كانت تقرع أجراس الكنيسة في هذه البناية حتى حولها بني عثمان إلى مسجد يرفع فيه الأذان من مئات السنين.